كلية الفقه الحنفي. يتعلق بوصف قائم بالعقد أو مجاور له، صحيح؟ طيب، ما هو دليل الشافعي؟ أولا قوله بكمال القبح في النهي قياسا على كمال الحسن في الأمر، والدليل الثاني قال لأن المنهي عنه معصية فلا يكون مشروعا. طيب، وهو دليل ثاني للشافعي رحمه الله باعتبار ترتب أحكامه وآثاره، كما أن الأول دليل باعتبار تقدم مقتضاه وشرطه، والفرق بين المسلكين بين وقد عرفت جوابهما فيما تقدم في ضمن تقريراتنا. له قضية إيش؟ لو عددنا النهي عن الأفعال الشرعية نهيا حقيقة لعاد على أصل النهي بالبطلان، فأنت حينما تنهى عن شيء غير موجود قبيح لذاته وقد عرفنا بالشرع أنه مشروع، صار نفس الفعل الصلاة مأمورا بها منهيا عنها، فصار هناك تناقض، مأمور بها لأن الله هو الذي عرفنا ما معنى الصلاة، صحيح؟ ثم يأتينا يقول لا تصلوا في الوقت الفلاني لقبح في الصلاة نفسها، لا، وإنما لأجل إيقاعها في الوقت الذي يسجد عبدة الشيطان لعبدة الشمس للشمس. طيب، الآن سيأتينا بتفريعات مبنية على هذا الخلاف، أربع تفريعات مبنية على هذا الأصل، هذا الخلاف بيننا وبين الشافعي، أن الأفعال الشرعية عنده إنما القبح فيها ذاتي لعين الفعل، أما عندنا فالقبح لوصف عارض، أما أصل العقد يكون صحيحا. طيب، التفريع الأول ما هو؟ يتعلق بالمصاهرة، المصاهرة بسبب الزنا، هل هي ثابتة أو لا؟ قال: ولذا قال الشافعي رحمه الله لا نثبت حرمة المصاهرة بالزنا. هذا شروع في تفريعات الشافعي رحمه الله على مقدمة مطوية نشأت من قوله فلا يكون مشروعا، قال لأن النهي عنه معصية فلا يكون مشروعا، ولا يترتب على المنهي عنه أي حكم، لا يترتب عليه شيء، نعم، أي ولأن المنهي عنه سواء كان حسيا أو شرعيا لا يكون مشروعا بنفسه ولا سببا لمشروع آخر. قال الشافعي رحمه الله لا تثبت حرمة المصاهرة بالزنا، يعني إنسان زنى بامرأة، هل تحرم عليه أمها، أصولها، فروعها؟ هل تحرم عليه؟ عند الشافعي لا تحرم، عندنا تحرم، صحيح؟ تمام، هذا مبني على هذا الأصل. قال لأن الزنا، تعليل الشافعي رحمه الله، حرام ومعصية فلا يكون سببا لنعمة هي حرمة المصاهرة. يعني الآن حينما يتزوج الإنسان يصبح له أصهار، أقارب، والقرابة نعمة، أليس كذلك؟ يعني إنسان له أعمام وعمات، أخوال وخالات، هؤلاء يعني يستأنس بهم، يكونون رحما له، يصلهم ويصلونه، فإذا تزوج اكتسب ماذا؟ نعمة المصاهرة، صارت له حما مثلا، كتقوم مثلا بمصالحه، تعينه، تدعو له بالخير والبركة، نعم، فهذا نعمة من الله سبحانه وتعالى، الحما نعمة، ها، سواء للرجل أو للمرأة، إذا أحسنت التعامل معها تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بخدمة والدة زوجها، وهو يتقرب إلى الله تعالى بخدمة وإكرام والدة زوجته، نعم، هذا هو الأصل. قال فلا يكون هذا الزنا المحرم سببا لنعمة المصاهرة، الزواج عشيرة كاملة تصير، يعني لما يصير لنا أفراح أو لا قدر الله أتراح، عشيرة كاملة تأتي تعزي، طب هذا أليس مكسبا؟ ها؟ طيب لما يأتوا يصلون على الجنازة مثلا، يشاركون في أفراحنا في أتراحنا، هذا مكسب.
فهل يكون الزنا المحرم سببا لتحصيل هذه المصلحة وهذه النعمة؟ الشيخ يقول لك لا يمكن ذلك، كيف يعني؟ نظر إليها من هذا الجانب. قال لا، لأنها تلحق الأجنبية بالأمهات، امرأة أجنبية كان يحل لي أن أتزوجها اللي هي حماتي، لما تزوجت بابنتها ماذا حصل؟ صارت كأمي، يحرم علي إيش؟ نكاحها. فهل هذا الفعل المحرم اللي هو الزنا يلحق هذه المرأة بالأمهات؟ عند الشافعي يقول ماذا؟ لا. وقد من الله تعالى بها علينا حيث قال وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، تن علينا بماذا؟ بالنسب وبالصهر. فلا تثبت حرمة المصاهرة إلا بالنكاح، تمام؟ وهي أربع حرمات، حرمة أبي الواطئ وابنه على الموطوءة، يعني الأصل والفرع، أصل الواطئ وفرعه يحرمون على أو يحرمان على، يحرمون باعتبار أصول والفروع يحرمون على ماذا؟ على الموطوءة. وكذلك حرمة أم الموطوءة وبنتها على الواطئ، أصول الموطوءة وفروعها يحرمون على من؟ على الواطئ. فهذه الحرمات الأربع عنده لا تتعلق إلا بالوطء الحلال. وعندنا كما تثبت بالنكاح تثبت بالزنا ودواعيه من القبلة واللمس والنظر إلى الفرج الداخل بشهوة، وذلك لأن دواعي الزنا مفضية إلى الزنا، والزنا مفض إلى الولد، والولد هو الأصل في استحقاق الحرمات. نحن لم نقف عند فعل الزنا فحسب، وقلنا إن الزنا كذلك يحرم، قلنا كذلك مقدمات الزنا التي لا تنفك عن هذا الفعل غالبا، لا تنفك عن هذا الفعل غالبا. نعم، فلو قبلها بشهوة مع المعذرة مع الثوران الشهوة إلى حد غالبا يفضي إلى الوطء، فعندها نقول ماذا؟ حرمت هذه المرأة، حرمت هذه الموطوءة، صارت في حكم الموطوءة، صارت في حكم الموطوءة. نعم، الموطوءة بالزنا وحكمها التحريم. لكن لو أنه أو كذلك لو نظر إلى فرجها الداخل ففي هذه الحالة غالبا هذا الأمر، هذا النظر يفضي إلى ماذا؟ إلى إلى الوطء. لكن لو أنه أنزل عقب القبلة أو عقب النظر، هنا يتبين أن هذا الفعل اللي هو من دواعي الوطء لم يفضي إلى الوطء، يقينا لم يفضي إلى الوطء، فلا يترتب عليه ماذا؟ تحريم، لا يترتب عليه التحريم، تحريم فقط في الزنا الدواعي التي يصاحبها ثوران الشهوة إلى حد يغلب على الظن وقوع ماذا؟ الوطء. طيب الآن لماذا حرمنا الزنا؟ لماذا جعلنا الزنا محرما حرمة المصاهرة؟ لأنه يفضي إلى الولد، الولد هو الذي جعل هذه الحرمة ليس نفس الفعل. قال لأن دواعي الزنا مفضي إلى الزنا، واحد، والزنا مفض إلى الولد، اثنين، والولد هو الأصل في استحقاق الحرمات كما سيأتي. قال أي يحرم على الولد أولا أبو الواطئ وابنه إذا كان أنثى، يعني البنت هذه التي وطئها رجل، التي وطئها يحرم على الولد أولا أبو الواطئ وابنه إذا كان أنثى، لا نفس الموطوءة، نفس الموطوءة، يحرم عليها أبو الواطئ وابن الواطئ، تمام؟ وأم الموطوءة وبنتها إذا كان ذكرا، وطئ امرأة تحرم أمها وتحرم بنتها، ثم تتعدى من الولد إلى طرفيه، الولد هو أصل التحريم فتتعدى إلى طرفيه، فتحرم قبيلة المرأة على الزوج
وتحرم وقبيلة الزوج على المرأة، لأن الولد أنشأ جزئية واتحادا بينهما، صارت هاتان القبيلتان كالشيء الواحد، ولهذا يضاف الولد الواحد إلى شخصين جميعا، نقول هذا ابن فلان وفلانة، صحيح؟ فصار كأن الموطوءة جزء من الواطئ، شوف لوين وصلنا، والواطئ جزء منها من الموطوءة، يعني كأنهما صار جزءا واحدا انبثق عنهما، تفرع عنهما هذا الولد. قال فتكون قبيلته قبيلتها وقبيلتها قبيلته، فعلى هذا كان ينبغي ألا يجوز وطء الموطوءة مرة أخرى، وإنما جاز ذلك دفعا للحراج. قال وكذا تتعدى هذه من الزنا إلى أسبابه، فالزنا وأسبابه إنما يفيد حرمة المصاهرة بواسطة الولد لا من حيث إنه زنا. الشافعي نظر إليه من ناحية إيش؟ إنه زنا محرم لا يترتب عليه أي حكم من الأحكام، لا يمكن أن يكون الزنا المحرم شرعا سببا لتحصيل النعمة. إحنا نظرنا إليها من باب آخر، بنيناها على أصل آخر، إنه تفرع عنهما ولد، والولد هو إيش؟ أصل التحريم. يعني حتى في المحرمات لماذا يعني حصل التحريم فيها؟ لوجود الجزئية بينهما. كما أن التراب إنما يطهر الأحداث لأجل قيامه مقام الماء لا من حيث نفسه. لماذا جعلنا التراب مطهرا؟ لأنه يقوم مقام الماء لا لأنه تراب. نعم. والزنا ما جعلناه محرما لأنه زنا أو لأنه وط، لا، لأنه إيش؟ يقوم يفضي إلى الولد الذي هو الجزء وهو الأصل في التحريم. طيب الآن ينتقل إلى التفريع الثاني اللي هو قال ولا يفيد الغصب، الغصب الملكة، إنسان غصب شيئا، غصب شيئا فضمنه، هل يملك هذا المغصوب؟ عندنا يملكه، عند الشافعي لا يملكه. لماذا؟ نفس الأصل، هذا محرم، الغصب محرم، فكيف يبيح له أن ينتفع به ويتملكه؟ عطف على قوله لا تثبت، تفريع ثاني للشافعي رحمه الله، وذلك لأن الغصب حرام ومعصية، فلا يكون سببا لأمر مشروع وهو الملك إذا هلك المغصوب. أنا غصبت هذا الهاتف فهلك في يدي، وجب علي الضمان. هل أملك الهاتف؟ هل أملكه؟ عندنا نعم. قال وهو الملك إذا هلك المغصوب وقضي عليه بالضمان. قال وعندنا يملك، طبعا هذا لا يجعله مباحا الغصب، الآن لا نتكلم عن قضية حرام وحلال، نتكلم هل يملكه أو لا، لأنه الآن سينبني أنا أخذت هذا الهاتف غصبته ثم بعته لإنسان، وهذا الإنسان باعه لثان ولثالث ولعاشر، عند الشافعي كل هذه البيوع إيش؟ باطلة. عندنا لا، إذا ضمنته ملكته من يوم الغصب، فمن يوم الغصب كان ملكا لي، وكل عقد تم على هذا المغصوب صحة. واضح؟ بماذا؟ بالضمان، يعني الضمان اللاحق صار كإيش؟ كأنه بيع سابق، يعني هكذا. قال ولا يفيد الغصب، تمام. قلنا وذلك لأن الغصب حرام ومعصية فلا يكون سببا لأمر ذكرناها. وعندنا يملك الغاصب المغصوب بعد الضمان، لكن من أي وقت يملكه؟ من وقت الضمان ولا من وقت الغصب؟ غصبه في أول السنة وضمنه آخر السنة، وبعدما غصبه باعه، وهذا الذي باعه باعه لغيره. من أي وقت يحكم بملكه له؟ الغصب ولا الضمان؟ من وقت الغصب، صحيح؟ فكل العقود هذا الذي نعم صحيحة. طيب قال فيملك أكسابه الباقية في يده، يعني لو فرضنا أنه بعد أن غصبه استعمله، غصب سيارة وأجرها ثم ضمنها له، صار معه حادث جاء ليرجعها قال لا أريدها، ادفع لي ثمن قيمتها، فدفع له القيمة، فماذا نقول؟ ملكها من وقت غصبها، فكل ما كسبه من مثلا إيجارة تأجير يكون له.
قال فيملك أكسابه الباقية في يده، هذا واحد، وينفذ بيعه الماضي، هذا ما يترتب على ماذا؟ على قولنا إن الغاصب يملك المغصوب إذا ضمنه، لأنه لو لم يملك الغاصب المغصوب بل بقي في ملك المالك، لو فرضنا أن المغصوب بقي في ملك الغاصب ولم بقي في ملك المغصوب منه ولم ينتقل إلى ملك الغاصب، طيب الآن ماذا صار في ملك الغاصب؟ المغصوب والضمان، فهل يجتمع البدلان في ملك واحد؟ لا يجتمعان، بل بقي، لو فرضنا أنه لو لم يملك الغاصب المغصوب بل بقي في ملك المالك لاجتمع البدلان في ملكه، في ملك المالك، تمام، وهو الأصل، الأصل اللي هو إيش؟ المغصوب، العين المغصوبة مع الضمان، هذان بدلان اجتمعا في ملك المغصوب منه، وذلك لا يجوز. فلما ملك المالك الضمان، لما ملك المالك المغصوب منه الضمان، إيش صار؟ يجب أن يملك الغاصب المغصوب. طيب، فالضمان عنده، عند الشافعي، بمقابلة اليد الفائتة عن الملك. لماذا توجب عليه الضمان أيها الشافعي؟ قال لأجل أنه أزال يده عن الملك، منعه من التصرف، أخذ ملكه منه، منعه من التصرف فيه. أما عندنا، وعندنا بمقابلة الملك الفائت، لا، هو أخذ ملكه، تملكه، واضح؟ حكمنا بأنه تملكه، يدفع الضمان مقابل ماذا؟ كالبيع. لماذا أنا أدفع مبلغا للبائع؟ مقابل تملكي للعين. فهو لا يقول إن الغاصب تملك الشافي، يقول لا، أزاح يده عنه، منعه من التصرف، لذلك يجب عليه الضمان. عندنا لا، الضمان مقابل التملك، تملك العين، إلا في المدبر. المدبر أن يقول لعبده أنت حر دبر موتي، فهذا آيل إلى الحرية، لا يملك بمعنى أنه يباع. فإنه إذا غصب رجل مدبر أحد وهلك في يده، غصبه وهلك في يده، يضمنه ولا يملكه، يضمنه ولا يملكه. إذا ملكه صار أصلا مدبر، لا يجوز بيعه، صح؟ لا يجوز بيعه، فهنا جاء مانع، منع من انتقال الملكية له، أي نعم، ولا يملكه جبرا ليده الفائتة، لأنه مستحق للحرية باعتبار التدبير. يعني الأصل أن يملكه، لكن هنا طرأ علينا عارض أنه هذا في طريقه إلى الحرية، فكأنه حر، يعني هو حر في القريب، سيكون حرا، نعم، ليس عبدا كاملا، ليس مالا كاملا. والله أعلم. قال التفريع الثالث، سفر المعصية لا يكون سببا للرخصة. سفر المعصية نفس الشيء، إنسان سافر ليرتكب معصية، هل نكافئه أو هل هذا يستحق نعمة الترخص بمثلا إفطار رمضان أو بسقوط تأكد سنية الجماعة ومثلا فرضية الجمعة؟ هل يستحق هذه الرخصة؟ نعم، الشافعي يقول لك لا، المعصية الفعل هذا قبيح لذاته، ها؟ الفعل هذا قبيح لذاته، الزنا قبيح لذاته، فلا يترتب عليه شيء مشروع. بيع أو الغصب قبيح لذاته، فلا يترتب عليه إيش؟ ملك منافع المغصوب حال الضمان، ولا يعني الملك حال الضمان. والسفر كذلك. قال تفريع ثالث للشافعي رضي الله عنه، وذلك لأن سفر المعصية وهو سفر الآبق وقاطع الطريق والباغي، ها، الذي يبغي على السلطان، معصية وحرام، فلا يكون عفوا فلا يكون سببا لمشروع. سفر معصية كيف نجعله سببا لأمر مشروع وهو الترخص برخص السفر، وهو الرخصة في إفطار الصوم وقصر الصلاة. وعندنا تعم الرخصة للمطيع والعاصي جميعا،
لأن السفر ليس قبيحا في نفسه. هل مطلق السفر قبيح؟ لا. لا، القبح ليس في عين السفر، بل في الوصف الطارئ على السفر، وهو إيش؟ بل القبيح وهو المعصية مجاور له منفك عنه. يمكن أن ينفك بأن يكون سفر بلا معصية، ويمكن أن يكون معصية بلا سفر، فهناك انفكاك بين الفعل وبين الوصف الطارئ، فيصلح سببا للرخصة. نفس السفر يكون ماذا؟ سفرا، يكون سببا للرخصة. طيب التفريع الرابع الآن: ولا يملك الكافر مال المسلم بالاستيلاء، عدا على المسلمين قوم من المشركين فأخذوا أموالهم وأحرزوها في بلادهم، دخلوا فيها في بلادهم. الآن هل يملكونها أو لا يملكونها؟ عند الشافعي لا يملكونها، وعندنا يملكونها. فلو أن المسلمين غزوا عليهم، يعني عدوا عليهم، وهذا واجب، استرداد أي مال للمسلمين يعدو عليه المشركون ويأخذون، هذا واجب. لو أنهم كروا عليهم واستعادوا هذه، يعني غنموا غنائم من جملتها، من ضمنها هذه الأمور التي أخذوها سابقا، هل ترد إلى أصحابها الأصليين أم تعد من جملة الغنائم فتخمس ثم تقسم على الغانمين؟ نعم، عندنا ماذا؟ هكذا، نعم هكذا. إذا وجدتها بعينها وأردت أن تأخذها، تأخذها بماذا؟ بثمنها، تأخذها بقيمتها، بقيمتها. أما لو دخل تاجر واشتراها الآن تدفع له الثمن، أما إذا أخذناها غنمة بقيمتها يأخذها. نعم، إن شاء. طبعا قال: ولا يملك الكافر مال المسلم بالاستيلاء، تفريع رابع للشافعي رحمه الله، وذلك لأن استيلاء الكافر على مال المسلم وإحرازه بدار الحرب أمر حرام ومحظور، فلا يصلح أن يكون سببا لملكه، ملك الكافر لهذا المستولى عليه، وعندنا يكون ذلك سببا لملكه، لأن الحفظ إنما يكون بالملك أو باليد، فإذا أخذوه وأدخلوه في دارهم فات منا اليد والملك. يعني الآن مثلا أنا وكيل، لي يد في التصرف، صحيح؟ مستعير، أنا لا أملك هذا الشيء لكن يدي عليه. مستأجر، لا أملك العين المؤجر ولكن يدي عليها، بمعنى أني أملك التصرف فيها، صحيح؟ المالك يملك التصرف. طيب بأي حق نقول إن هذا الذي سلب منه ماله من الكفار لم يزل مالكا له، ليس له ملك وليس له يد عليه، فنقول زالت ملكيته باستيلاء الكفار على إيش؟ عليه. فإذا أخذوه وأدخلوه في دارهم فات منا اليد والملك، فكان استيلاؤهم على محل غير معصوم بقاء وإن كان معصوما ابتداء. ابتداء هذا المال مالي وهو معصوم، لكن لما أخذوه لم يعد معصوما، لم يعد يتعلق به ملكي ولا يدي. وقد ثبت ذلك من إشارة قوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، لأنهم كانوا أبو بكر، عمر، عثمان، عبد الرحمن بن عوف، المهاجرون كانوا أثرياء، كانوا أغنياء، فربنا سبحانه وتعالى يقول في باب الصدقات للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، قال لأنهم كانوا مياسير بمكة، وإنما سموا فقراء لاستيلاء الكفار على مالهم. نعم، وعندكم أو في الأسفل: كان ناس من المهاجرين لأحدهم الدار والزوجة والعبد والناقة يحج عليها ويغزو، فنسبهم الله تعالى إلى أنهم فقراء وجعل لهم سهما في الزكاة. حتى النبي عليه الصلاة والسلام لما حج قالوا له يعني نذهب إلى يعني دارك السابق، قال: وهل أبقى لنا عقيل من دار؟ ما أبقى، كل باع، فحكم بأنها صارت لهم، واضح؟ لكن هل يعني لهم خلاص يملكونها ولا إشكال ولا يجوز أن نعدو عليها؟ لا، هم أخذوا أموالنا، نعم، يجب استردادها،
نجيش الجيوش ونجهز السرايا والبعوث والكتائب لاسترداد ما أخذوه منا. نعم هذا حكم آخر، والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كلية الفقه الحنفي.